عندما جاء إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال أنا مديون 100,000 درهم، يعني 10,000 دينار كان مديون، وفي يوم إن شاء الله سوف نفصل عقيل ليش كان مديون. عقيل كان رجل كريم، أهل البيت صلوات الله عليهم معدن الجود والكرم، فأي واحد يجي يطيل فلوس فكانت تركبه الديون. قال أريد منك 10,000 درهم. الإمام صلوات الله عليه قال اصبر إلى أن يجي عطائي، أنا أعطيك من عطائي. عقيل قال للإمام فوق السطح، كانوا رايحين مشرفين على مدينة الكوفة يتعشون، الإمام فرش له مائدة متواضعة فوق السطح وعقيل والإمام يتعشيان، هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه. فقال شنو قيمة عطائك؟ إيش قد تحصل أنت من العطاء حتى تعطيني من عطائك؟ ولو أعطيتني كل عطائك إيش قد قيمته؟ قال الإمام إذا ما تقبل هذا الحل بسيط، أخذ سيفك وروح إلى الحيرة. الحيرة مدينة بقرب الكوفة، أكو في الحيرة تجار أغنياء، تجار مياسير موسر، يعني غني جدا، روح واقتحم بيوتهم واخذ كل ما أمكن وحل مشكلتك بهاي الطريقة. فتعجب عقيل الإمام شنو يقول. قال للإمام صلوات الله عليه أو تأمرني بأن أسرق من مال المسلمين، أروح للحيرة وأبوق أموال الناس؟ فقال له الإمام وأنت تدعوني إلى ما هو أسوأ من ذلك، أنت إذا تروح بيت تاجر وتسرق من أمواله أنت تسرق مال شخص واحد، ولكن هذه الأموال أموال كل المسلمين، كيف تدعوني إلى سرقة أموال كل المسلمين؟ من الناحية الشرعية ربما تكون الخيانة في الأموال العامة أعظم من الخيانة بالأموال الشخصية، يعني واحد يسرق مال شخص هذا إلى مرتبة من القبح، ولكن ألا يدفع الإنسان حق الله سبحانه هذا يعتبر خائن لكل المسلمين. وحسب هذه الرواية التي يوردها العلامة المجلسي في البحار أسوأ حالا من يسرق أموال الآخرين، لأنه هذا المال الذي تعلق به حق الله كان يشبع به ألوف الجياع من وراء جوع هؤلاء الجياع. هذا الرجل الذي لا يعطي حق الله هذا هو المسؤول عن ذلك. النساء، الأرامل، الأطفال اليتامى، الفقراء من وراء فقرهم الذين لا يدفعون إليهم هم وراء فقرهم. في الرواية في الوسائل، راجع الوسائل في باب الخمس، يقول إن الله سبحانه وتعالى قدر في أموال الأغنياء، غني مو يعني تاجر، كل من عند أكثر من مؤونة السنة يعتبر غنيا. مؤونة السنة يعني كم يكفيك في كل سنة؟ 10,000 دينار. إذا عندك 10,000 دينار وعشر دنانير فأنت غني، بل حتى الذي عنده مؤونة السنة فقط يعتبر غنيا في منطق الشرع. اللي عند أكثر من مؤونة السنة الله سبحانه وتعالى قدر هذه العشرة الإضافية لجميع المسلمين، إذا لم يدفع هذا معناه أنه خان جميع المسلمين بنص هذه الرواية، مو فقط خان المسلمين، ظلم المسلمين. اقرأوا هذه الرواية في الوسائل، يقول إن من أشد ساعات القيامة عندما يؤتى بالشخص وقد غصب درهما من حق آل محمد، فيقال له هذا الظالم لحق آل محمد، الظالم لآل محمد،
أكو في الرواية إن هذه الحقوق عوننا، يعني عون أهل البيت على ديننا. فالرجل صاحب العروة رحمة الله عليه يقول: ومن منع منه درهما كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم. فعندما نقول نلعن من ظلم آل محمد، هذا داخل فيه، لأنه دين آل محمد كيف ينتشر، مذهبهم كيف ينتشر، الحسينيات كيف تبنى، المساجد كيف تبنى، تبنى بهذه الأموال. الإنسان أهم ما يجب أن يواظب عليه ألا يخون فيما لا يدعه الله، هذا من أهم الأشياء ومن أهم مصاديق التقوى، التقوى في هذه الأمور.